مشاهدي قناة شوف تي في، مرحبا بكم مجددا في هذا المباشر من طنجة، ونحن نتواجد بنزل أبينيدا، حيث عرف قبل قليل حادث انتحار أحد المستخدمين الذي قام بالانتحار شنقا داخل غرفته بالطابق الأعلى لمقهى نزل أبينيدا بساحة المسيرة. إذا مزيد من التفاصيل حول هذا الحادث المأساوي نتعرف عليه على صاحب النزل. السلام عليكم. عليكم السلام. احكي لنا بالضبط هذا السيد كيف وقع له باش انتحر؟ اش كتعرف على هذا السيد؟ هو السيد كنعرفو عليه ما عنده حتى شي حاجة، واكل شارب ناعس 38 سنة وفي هذه المؤسسة هذه، ما عمرنا شفنا فيه حتى شي حاجة. والله عمر هذا السيرة ديالو مزيانة، الأخلاق ديالو حسنة، لا معنا مالين قهوة ولا مع الزبناء ولا مع كلشي، كلشي كيشكرو، وخلى واحد الصدى كبير لدى الزبناء فهمتيني. يعني هو كيشتغل بارمان في القهوة. ها؟ كيشتغل بارمان في القهوة. يعني قديم هو معاكم اللي كيسالي 38 سنة. اللي كيسالي كيطلع الشومبر ديالو. وفوقاش آخر نهار شفتيه؟ وانا ما كنجيش، ما كنجيش بزاف، كنصاوب هاتفيا غير في التليفون، واذا كنضربو ثلاثه اربعه د الناس ما جاوبنيش حتى فضلوني شي ناس، قال لك اودي ها هو السيد اللي معاك علق راسو. شي واحد هنا خدام طلع جبرو معلق راسو. شحال في العمر ديالو؟ عنده السيد 56 سنه. 56 سنه وليد 64. ومتزوج هو ولا؟ سيدي باقي عازب. باقي عازب. عازب. واش كتعرف اللي واش كان كيعاني بشي اضطرابات نفسيه ولا كيعاني العزله ولا كي؟ مره كيعاني اضطرابات نفسيه والعزله وحدي. كيبغيش يهضر بزاف وما كيبغيش. كيعجبو يبقى بوحدو. كيزعل ما كيبغيش، يعني ديك الشيء اللي فيه كيعاني بوحديته فهمتيني. اذا شكرا على المعطيات. كذلك مشاهدينا الكرام معنا احد اصدقاء الضحيه. اش كتعرف على الضحيه اخر نهار شفتها؟ هذا كما نقول دابا انا في العمر ديالي شي 38 سنه، ملي وليت كنعقل وانا بلاي كنعرف هذا المفضل، راجل طيب، راجل اعتزالي، كنحس به في شي حاجه، ما كيحبش الهضره بزاف، ما كيحبش النقاش بزاف، ومني عرفته هو ولا هاد الناس ديال القهوه الله يعمر راس العا ولا شي اشاعه تطلق عليه، راجل طيب ما كيشرب الخمار، ما كيعمل شي مخدرات، ما شي حاجه، هذا قدر الله كتب له ربي الموت هيدا. وهو كان خدام بارمان وكلشي كليان ديالو الزبناء دابا كيبكيو عليه على برا جميعا، وكان يعني تصدموا بهذا الخبر الانتحار. هذا الانصدام حنا بدنا نصادمنا، غير البارح لقيتو كيضحك، خرجنا رضومه بالمهنه قدام القهوه ودخل سد عليه. اليوم ملي هودنا بالعشيه قلنا لنا نفضل ما جاتنا الدوقه، حتى الناس اللي خدامين معاه ما حاضر حتى واحد، هو بوحده، حتى شي واحد ما يطلق عليه شي اشاعه ولا شي حاجه ولا اخبار مستورده عشوائيا ولا هذا الشيء ديال التواصل الاجتماعي، راه الناس كلشي كيعرفوا هذا الشيء، يعني خصكم تجيبوا الحقيقه من المصدر ديالها. نورمال هذه القهوه هو كيفتح هو كيدخل هو كيخرج، تجينا جبرناه قال لك علق راسه بوحده وما عرفناش اش اللي وقع، والله يرحمه مسكين، انا لله وانا اليه راجعون. وكان انسان طيب ولا مع الناس اللي خدام معاهم هما ناس مزيانين، حنا من صغرنا حنا كنعرفوا هاد الناس، هاد القهوه احتراميه ادبيه ما كتكون فيها حتى شي حاجه زي يعني قهوه قديمه. قهوه قديمه والناس الفوق ساحه المسيره. ساحه المسيره مقهى افينيدا، يعني من بكري وحنا كنعرفوها، يعني غتدخل القهوه ديال السوسي خصك تدخل محترم، معروف هاد القهوه هادي فهاد القهوه كامل، والحمد لله على كل حال. هو كان معروف بالمعامله ديالو مع الكليان، المعامله ديالو طيب، الناس يوصلهم القهوه تال المطاع ديالهم. انا كيسحب لي هو مول القهوه اولا شريك ديالهم، اول مره غنعرف المفضل راه غير خدام، يعني هو اللي كيعمل كل شيء، كل شيء في يده، كل شيء ديالو، هو اللي كيعطي القهوه، هو اللي كيسد، هو اللي كيفتح، هو كل شيء ديالو. اخر مره شفتيه البارح في هذه الساعه. اخر مره بحال هذه الساعه هذه جالس قدام قهوه. شنو قلت له؟ قلت له مفضل واش غتفتح ولا ما تفتحش؟ قال لي راه قالوا الخميس ان شاء الله. قلت له عطيني شي رضومات، ما خرجنا رضومات، قلنا الله يرحم والديك، الصباح جينا صبحنا هذه العشيه، قال لك مفضل مات، انا جاتني الدوخ. هذا الراجل مستحيل ولله العجب. هذا هو مسكين كنحس بواحد الاضطراب، دائما كنشوفو كيبغي العزله وكيمشي بوحديتو، دائما كنجبرو بوحديتو، عمره ما هضر مع شي واحد،
الابتسام على وجوه الحق ما يجمعش معاك ما يجلسش معاك ما يهدرش معاك مره يعني دا السر ديالو معاه حتى واحد السر وين لله وين لله راجعهم. اذا شوفوا كذلك احد اصدقاء الراحل. السلام عليكم. تفضل اسيدي. اش كتعرف على الضحيه؟ انا البارح هذا عملنا المغنى في الصور ديالي كامل كنعرفو هنا فهمتي كنعرفو كامل الصور ديالي كنعرفو برمان كيعصر قهوه فهمتي مسكين بعد الساعات كيكون هنا كنجبر مقلق فهمتي كنجبر مقلق وما كيعطينيش كنقول له بالدار رجع عندك عمرنا الماء الله يرحم والديك يقول لي اه مع الناس باترونيز ديالهم الله يعمرها دار كلشي الناس مزيانه هنا القهوه فيها سرابيلة من الاباب ديالهم من الوالدين ديالهم هاد القهوه اللي كان الله يرحمهم كنعرفو صاحب النوع عزيز ها السلام عليكم ورحمه الله. اذا شكرا. اذا مشاهدينا الكرام كانت اذا كذلك معنا احد الصديق ديالو في العمل كاين المعاشره ديالك مع السين في الدار كتا انا راجل مزيان ما كاين حتى شي قرب الميكرو قرب الميكرو ما كاين حتى شي حاجه زعما اللي ما كاين حتى شي حاجه اللي هي عيبانه معاه راجل ما كيديها حتى شي واحد دائما تحدو حد حد راسو كتقول له الحاجه كيعدلها لك كيطلب لنا الحاجه كنعطيوها له ما حتى شي واحد ما كيغيرو هنا في المحل انا هو حيلا هو مول المحل راه هو هنا ليل ونهار اي ساعه تلقاه غير هو اللي كاين عندك وهادشي هذا انا دوقني بعد عيط لي مول المحل قال لي ودي اللي وقع له انا بقيت عيط عيك كنشوف فوقاش اخر مره شفتيه تلاقيتيه هادي انا تلاقيتو نهار نهار 30 في الشهر شهر 5 ديك الساعه دابا علاش الله عاودت البارح عاودت لهنايا سولت عليه سولت على الدري هذا قال لي ودي راه هو هنايا عيد نستناه ما جاش مشيت بحال كيسالي شورو كيطلع البيت ديالو كيطلع البيت ديالو كان الموسيقى ديالو كيجلس كي وباش علق راسو بالصابانه ولا باش شي الخيط باش فين علقو في الشرجون الحبل تصبلا فين علقو في ما شفتوش ما قدرتش ما شفناش دابا فين فين عملنا العمليه ديالو ما يعني هو كان يعني داخل سوق راسو في معتنويه في العمل ما كاينش ما كاينش العيب معاه ما كاينش هو الاساس اللي هادشي هو ما كاينش العيب نهائيا ان هذاك من النهار اللي تعرفوا كي تعرفوا اليوم ما تعرفوا بالعشيه تعرفوا بالصباح حتى اي ساعه هو في الدار داخل سوق راسو راجل عيد درويش درويش ماشي باقي صغير ولا راجل كبير اصلا راه الله احسن له ما فهمناش القصه ديالو شنو هي اذا شكرا اذا شكرا على هذه المعطيات مشاهدينا الكرام كنا مباشره من مقهى افينيدا بساحه المسيره بطنجه واللي عرفت وقوع حادث ماساوي وهو انتحار احد المستخدمين داخل غرفته وكان يعمل بهذه المقهى رفقه اصدقائه انا لله وانا اليه راجعون باقي التفاصيل مشاهدينا الكرام سنعرفها في ريبورتاج قادم عبر الصفحة الرسمية لقناة شوف تي في.ما في أمان الله.